شو رايك يلا عدي نحنا ما بنقدر لعندك مهما علنا التحدي ما في غير نبحر معك من صبرنا نشيل وندي بس قريت نسمت رياحك ليش عاطي الحد تودي 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 جنابك جاي من فوق ولا شنو؟ هيا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا زول انت يا حاج. نعم في شنو الليلة تاني يا دكين؟ عملت لي شنو؟ في شنو؟ ماما موضعي انت موضعك عند احد يا موضوع ذولا صايع وما عنده شغل غير المشاكل الكلام ده ما وقع لك فادي بتعمل وانا لازم احرزها اهلا ابو نسوي له شنو نصيبهم
لا لا داخل كلامك يا حاج؟ ما عندي غير. وام زين ده جاي نفسي خرجل من يومنا ولا أنا عشان من قروش وإحنا ما عندنا. أنا والله انت جنابك زميلتك وين؟ شايفك ماشي بيكر عينك ساي. ان شاء الله خير. لا ده غدابي وقتلته. لا حول ولا قوة الا بالله. دبيب عديل والله من وشيشك ده جيعان. يا فاطمة يا بيتي يا فاطمة هو يابا جيب البيضة للضيف. سمح يابا. سعاد 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 بتدور شنادكين. سعاد انت بتتعب يا سعاد ولازم تعرسين يا سعاد. دكين دحين ابوك ما كلمك؟ ده كلام فارغ. انت لازم تعرسيني. دكين احسن لك تخت دربيه. دكين انا ماني دايرك ماني دايرك. وصلت لك هذا دكين؟ وقتك كمان وصلت لك هذي؟ وقتك انت وابوكي قايلين روح كل شيء. ما بدور 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 ما بدور. قلت لك الجن الممسوخ قبضوه جاتو المسجون الكتل رفقاته فزة غاي انقبضوا وحولوه مركز شندي. دي عملة يعملها ود ناس ولا شو رايك؟ بالحيل دي ما عملة يعملها ود ناس. يابا نشد الزوامل ونبقى نسافر بعد ده. اها يا جنابك نحن متراوحين. كان خاطر معانا راح لا قدام. لا لا من هنا انا بمشي المركز ومن هناك بشوف لي منهم جمل. يابا مالك يا جنى؟ الجنى ده هو ذاته الكتر رفاقته وشرد. شنو؟ هو ذاته الكتر رفاقته وشرد. عرفته كيف الكتر رفاقته وشرد؟ يابا انا والله مما شفت الجنى ده مما شفت خلقته دي قلبي ما اطمن له. هي خلقته ما زول انجاري فوق الخلى له كم يوم. سامح الدم فوق قفاه جا من وين؟ ما شفت الدم في قفاه؟ النعلات اللابسه دي ما قالت الحكومه اللي بنعرفها. اي دي ما نعرفها. خليكتو دي ما خلق قالت عساكر الحكومه. انت المشككك فيه بالحيل شنو؟ هو قال ماشي وين؟ من دربه ده؟ قال بده يمشي المركز. المركز فوق دربنا الماشين فوق نحن ده ولا في الدرب الماسكه هو؟ اي والله صدقت المركز فوق دربنا. يابا خلني ليه. نحن بعض. انزلوا تحت. زول ده شنو؟ ما عندي بندقيتك فينا. انزلوا تحت. نازلين؟ تحت. نازلين انزلوا. اصبر شوي نشوف اخر شنو. اصبر.
انزلوا تحت. نازلين قلت لك هزول الله. ما تتكلم كثير. بدور جمالك ديل. جمالي؟ ايه. سمع. شيل الجمال. ادو الجمال اجنا. ادو الجمال؟ ايه ادو الجمال اجنا. ايدو البندقية ادو الجمال. ما داير كلام كثير. يلا امشي شد لي جمالك ديل. ارمي السيف. قال معي كيف انك؟ كيف الحال؟ حمد الله 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 الحمد لله ان شاء الله تمام الله الحمد لله اها ان شاء الله ناس ابوي ما قام والله ناس ابوك ذيل قام ودوق جنب بدري من دوق الرحمن؟ ايوه والله ها بدور احصله نعم ها حصاني وين؟ حصاني قاعد هناك فوق الزريبه Thank you.
يوم شديدة حقتنا دي البكانة قاعدين فوق ده ودسوا فيا ودسوا بقى الناس دي تلاقوا هنا في البكان ده والمسافة من بكانهم ده ليه عندهم شديدة حقتنا دي مسيرة يوم كامل واندرتوا تحصلوا في بكانهم ده يكون فايدكم بمسيرة يومين ده لو دكين قاعد في منطقة ذاته بكشاويش تمام جنابك بلك كل جنود إنه نحن لازم نرجع مركز شندي فورا. أي لكن جنابك شرب بك شاويش تمام يا فندم ما في سالمات تمام ساعتك والله إن بقى دخلوا الحراسة المزعلة بتبقى صعبة ما هي صعبة إن بقى في الحراسة بندخلك معه تقضي عليه هجوم الحراسة أنا ده؟ لا لا إن بقى فيها حراسة بخوش أنا بخطفه وبعد ذاك ان بقت في كتله بنسويها بعيد من الحكومه اي ترى ده المشارجه بابك ان شاء الله خبر زين والله الحكايه فيها مقلب مقلب الزول طلع مو دكين لا نواثر الجمل الجمل راكبه زول ثاني هلا هلا اما انا ما اتغشوا ناس يا دوب المسح عمرك ده كله فزع ومطاردة لا خبت لا جيت راجع قمحان اخرتها الحسين الحسين يجيبنا خايبين كله منك انت الحسين مني انا اي منك انت انا ذا ايش سويت انا مسويك خبير وسايقك فيه قدامي تمشي تسوي فينا جيس الكلام ده؟ هاي ما جبتكم لهيني؟ الحسين ما عنده زني باب كف الشارف خير لك تسكت لا تزيد ناري انا علي ابليس اخوانا هسه عشان الشورى نرجع زول ده هنا نعرف منه الحاصل انا عارفاه يا ابوي وعارف السواه شينه قعد خلاص المره دي الله ريحنا منه ده ابنا انشبكنا فيها يا ابوي ابيت انت ما عندك راس زول انكتل له خلقا قدر دين بدون نعمل له شنو يعني نحارب الحكومة تكين مطاردينه مثل الكلب السعران يابا اها بدورينا يعني نعمل له نيشان بفعلته دي ولا نلبسه كسوة شرف ما لازم يجروا وراه لا من يقبضوه انا خايفة من القبضة دي يا ابوي دكين عداه وكتره وانقبضوا بيقعوا فيه مثل التورة الوقع يابا دي موتة مرة يابا يا حليلك يا دكين يا اخوي يا حليلنا نحن اللي ولدنانا ولدتنا دامه زي دي ليه تسوي فيني كده يا دكين ليه تخطني في الحاله اللي انا فيها دي انا نعرفت الجنة ده تاني راجي منه شنو كنت ارتحت ده شي ما بتوصف البيني وبين دكين شي تاني وزروع جوه الدروع ما بنزلع سمح انا دارك كريت اخوتي نفسك في مكانها للكتلون دي بترضي الفعله دي لا لا يا ابو ده المعذبني يا ابوي معذباني الارواح الهلكة دي ومعذبني جوا الضلوع في شنكة دي انا لابد الاقي دكين وناضي تلاقيه وين البلد كلها وراه وين ما طار ها قصدك يعني اي يا ابوي انا ماشي وراه ها
عايز ايه لك يا زول؟ اجهز 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 نغمت قبل وما كك وما كبر راح راح راحك عاد دوك الوظيفه ناس عمرهم اللي ضحكوا في ايك هذا بسم الله الرحمن الرحيم نصك الزول ماله خلوه اخوان اخلي كيفين والله ديتك كان شفت السواها كنت قطعته نصين نحن كنا في اتردكين لقانا ضللنا خلانا غيرنا دربنا هيا كذي جيب الصدر نخلي بطنه ظهر واحد مثل دسب خساره فيه اخوان نصيبت شنو دي اخوان امرك من الحكومه اقع فيك انتو الزول لقيت وين أنا سنة بخبره ما لقاني وقال ليه وظفناك لا راهو البلد ياخده لا لميت في وظيفته ولا قطعت مشاويري قصره لقيت وين بين الصباغ والصباغ ما كلمتك ما حذرتك ما حلفت عليك
دوري تكسر حليفتي ها؟ سامح انا بوريك حالك. اصبري لي انت انا حوريك. بس يا اخوانا نحن كلنا تكاملنا وتبعنا المسلوح ده يبقى مو متاكد انت يا زول. ها وصفك ده متوكد منه ولا راسك ده فوق وفحم من تاني؟ انا اسكي في ما متاكد. انا كمان الفيج دي بتغباني مخابر حرم بناسا وبقبائلها وبسعيتها وبشذرها. الزول شيخ خط؟ لا الا زول مراسيل حرم البلد دي خابره وادي وشذرة ويديد وغوزغوز عندك من الصفية والصباح غير غوز رجب وديك كواهلة ومن الصفية شمال تلاقيهم شديدة وهم حطب كمالاب وعدنية ومرغماب وإن مشيت غريب قيلي ولا فوق منها أبو دليك وديدي يا ربطحان هاشي نقولكم أخواننا خبير ولا ما خبير؟ والله قال لك الزويل مو هين. في الباقي لي الزول ده بينفعنا في معايشنا اللي بطلناه. اللي بينفعنا يا تو الهوين ده؟ اهو نزل لك كلامه صح. الهوين ده بيسوي بيشنا اخواننا لكم الله اخواننا دوني خاطركم بعد ده. لا دياب بندورك معانا اخواننا والله كان بيدوري يعوني زاي بندورك ليش شغل الرجال؟ سويناك دليل تورينا محل ملبنا ونحن بنعوز عوسنا تاخذ نصيبك. همبتة يعني؟ لا مراسيل. هو انا وقت اشتغل همباتي اشتغل معاك ونتو؟ شوف الزبال شن دار تقول السجم؟ القوة هنا انتو قايلنا عضل وشداعة عليكم الله اربع رجال اسع كبار كده ما بتخجلوا. زويل هالفوت ساكت مثل دكين غشاكم خلاكم ضاربين الهويد والصي بلا راي. قلبي الفراق بدور اشوف دكين دموعي السايلة فوق خدي ملان حنين وقمل علي أنا أبويا زادني أنين وين ألقاك يا جرح اللي بقيت لي دفين.
دكين لم تنجم الليتين سيبوا التاني بالدول بتان وهجس بسبح حديقة وفي جون البحر بتان صوتك يكون حقيقة وفيه البحر يدان صوتك يكون عالي تجيب في الدارة تتبشر يدان نغم الحنين تجان نعزف له أحلى وتر دكين لم تن دكين لم Thank you.